يلا بينا. حطينا البريسلت. كنتو كوستا؟ انا واحدة من دي. Muchas gracias. Oh! Hola amigos. هلا أميغوز، رايحين النهاردة نعمل باص تور، هنتفرج على مكسيكو سيتي، فكملوا الفيديو للآخر هتستمتعوا كتير، واشتركوا بالقناة دلوقتي واكتبوا لي كل أسئلتكم عن مكسيكو سيتي وعن السفر، يلا بينا. الناس مستغربة انا ليه ماسكة الكاميرا وماشية كده. هنا يا جماعة الأرض موجود في كل حتة، في الشوارع يعني ألوان وبهجة، والكالتشر جميلة جدا، والناس طيبين. هلا. والناس طيبين، ويعني تحس انهم، انا بحسهم كده عاملين زي فيهم طيبة المصريين وجدعنة المصريين. طبعا اي مكان بيبقى فيه الوحش، شايفين؟ فاحنا بنتجنب الحاجات الوحشة، عشان الناس دايما واخدة فكرة عن مكسيكو ان هي يعني بلد العصابات. لا خالص، البلد جميلة جدا، وانا دايما بتواجد في اماكن حلوة. شايفين العجل؟ وطبعا بيشجعوا الناس ان هم يقعدوا وسط الخضار، والجناين كلها فيها كده كراسي، الناس تقدر تقعد وتاكل وتستمتع بالحياه. بس يعني احنا بصراحه مفتقدين الحاجه دي في مصر، ان احنا ما عندناش جناين قادره نقدر نقعد في الشارع، مع ان هنا البوليوشن عالي جدا. بس شايفين حتى البيوت هناك خضار 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 خضار، بلد جميله جدا. طلع يا جماعه ان هو تبع التور بس اللي احنا طالعينها، مستنيين الباص. هنا عاملين يافطة ان دي الموقف بتاع الباصات المكان ده، فاحنا مستنيين الباص يجي عشان نطلع التور. حطينا البريسلت بس الباص هيجي بعد نص ساعة. طلعنا الباص. Este impresionante espacio es resguardado por el Estado Mayor Presidencial. Monumento a los niños héroes y museo.
كيلو يوسف كيلو ادي كالو بس شكله زحمه شايفين. يلا نشوف المتحف من جوه. This is the queue. Yeah, it's a big queue. How do you do this then? I think you're within the queue. I think you go at a specific time. So I think we have to buy the tickets first. This is the 12, yeah. Yeah, so we get tickets first. I like his skirt. You wanna have coconut? No, I get the tickets. Okay. ¿Cuánto cuesta, por favor? 60. Es 60. El agua y la fruta. Muy bueno, es tan frío, fresco. ¿La agua? Ajá, este es el agua. De hecho, te hidrata. Muy bueno, ¿eh? Perdón, ya vamos a hacer un break. Tenemos 3 horas de la comida. Nos vamos a hacer un bakery con café. Nos vamos a hacer una hora. Las 10. فالأسعار هنا كويسة جدا. ما بروحش بالحاجات اللي انت عارفينها اللي احنا منعينها في المقاطعة. بروح الحاجات المحلية. فجينا محل صغنون كده بيبيع بيكري حاجات حلوة. فطلبنا واحدة من دي فيها فواكه حلو. وطلبنا واحدة حادق من دي عبارة عن بيض وجبنة وسبانخ وطماطم والكوفي. طلبنا كابتشينو. نقعد انا وادي هنا نستمتع. ادي دخل الحمام. في حاجات هاند ميد لايك هوم ميد سوري تقدروا تشتروها. انا بحب الحاجات دي بقى قوي. لا ايه ده شوكليت ارتيزانال. بوب كورن دارك شوكليت بسبب دي ادي موتس اند جامز. برضه وجامز مرمليت. عندهم بيحطوا الحلو مع الحادق مع الشطشط عادي مفيش مشكله. اعتقد ادي هيحب الشوكولاته. الشوكولاته انواع مختلفه.
Those teeth. Mm. Are fluffy. Mm-hmm. Oh, gracias. A bread? Sí. Yeah, it's a fruit. Yeah. Okay. Do you want more? Please, yes, sí, por favor. Let's see how we feel after half because we have the fruit slice as well. Mm. Oh, so good. Yeah. Usually in the UK, a spinach quiche has mainly egg and a little bit of spinach. This is perfecto. Mm. Explains the cartoons and the giggle. It's feeling very good. Yeah. Yeah. Muchas gracias. Yeah. Nice. Yeah. أدي بقول يا جماعة إن إحنا ناكل برا أحسن ما نروح ناكل جوا المتحف لأن الأسعار بتبقى غالية هنا الأسعار رخيصة فدي فكرة يعني. أدي دلوقتي بيحطوا تيكت أونلاين. جماعة ما دخلناش المتحف بتاع فريدة كالو لأن لما دخلنا أونلاين علشان نحجز لقينا فولي بوك لغاية 3 أيام 4 أيام جايين لغاية يوم الاثنين النهارده الخميس يعني أول حجز يوم الاثنين فيا دوبك خدنا الكوفي واشترينا باجات وركبنا الباص تاني وكملنا الخميس. أجي بيقول لي هروح يوم الاثنين عشان نفسي أروح. احنا بصينا على الصور بتاعة المتحف على الانترنت فقال لي خلاص احنا شفنا الصور. قلت له أنا عايزة بصراحة أروح المتحف وأتفرج. فقال لي هو وعدني يعني هروح يوما ما ممكن يكون يوم الاثنين أو يوم تاني. وهناخدها بثلث السعر بتاعة التيكت عشان احنا معانا إقامة فبيعاملونا كده كأننا بأسعار المكسيكان. بلازا دي لا كونشيتا باروكيا دي سان كونشيتا الخاردين يا جماعة مركادو دي كويوكان. Parada Coyoacán, centro histórico. Vivió y murió Frida Kahlo. En esta casa. When we will visit the museum. Lunes. Lunes, next Monday. El tiene el guy. Chan, Foribok, el Monday, right? 4 años después de la muerte de Frida, este lugar se convirtió en museo. No. Y hoy en día es uno de los más visitados de la ciudad. En él podrás tomorrow visitar shopping los cuartos, la cocina, el estudio y el jardín donde vivía Frida. We are super tired. خلصنا الجولة. هنروح البيت ناخد بريك ساعتين كده. الساعة دلوقتي 3:30 واحنا هنا بره من الساعة 9. هنروح البيت ناخد كده شاور ونريح ونرجع تاني نركب باص على الساعة 5. هناخد تور كمان لغاية الساعة 7 واخر يوم اخر ميعاد الساعة 7. ده كان فيديو النهارده يا جماعه. اتمنى الفيديو كان عجبكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتستنوا الفيديوهات الجايه. عندي مغامره يعني حلم كبير حققته في حياتي الحمد لله. والايام الجايه هنعمل مغامره بشكل غير مختلف يعني حاجه كده واو مش هتكلم عليها. بس ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي انا هنزلها الايام الجايه في المغامرات اللي انا هعملها. وتابعوني على الانستجرام دايما بنزل لكم سيروهات جميله عن السفر وبديكم تيبس وتريكس
عن السفر. فأشوفكم فيديو جديد. باي 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 باي.